بناء على التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية دعما للمواطنين والقطاع الخاص وتكفل الحكومة الموقرة بدفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأشهر إبريل ومايو ويونيو للعام 2020، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان عن إطلاق خدمة على الموقع الإلكتروني لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الظاهر على الشاشة للسماح لأصحاب العمل التسجيل اعتبارا من اليوم الأربعاء للاستفادة من تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص يأتي في إطار حرص جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومتابعة سمو ولي العهد لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا والمحافظة على نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في دعم عجلة الاقتصاد الوطني. وأوضح حميدان أن دفع الرواتب سيتم وفقا لما هو مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى نهاية شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم دفع هذه الرواتب من خلال وفرات صندوق التأمين ضد التعطل، حيث تبلغ تكلفتها 215 مليون دينار بحريني لتغطية أشهر إبريل ومايو ويونيو 2020 بمعدل شهري يفوق 70 مليون دينار ويشمل جميع البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص وعددهم نحو 100 ألف موظف وعامل مسجلين لدى الهيئة.